الله. هذا أبو إبراهيم يقول: شخص لديه أسهم في صندوق الرائد قيمته السوقية الآن حوالي 115,000 ريال، هل يجوز بيعه لآخر بالتقسيط بمبلغ 130,000 ريال أم لا؟ نعم، لأنه يبيع وحدات وليس الموجود في الصندوق، الصندوق هو نقد، حتى نقول إن هذا نقد بنقد لا يجوز فيه زيادة، إنما هو وحدات، وهذه الوحدات تمثل قدر من الأسهم، فيجوز في هذه الحال بيعها ولو كان بزيادة، سواء كان ذلك مقسطا أو كان ذلك بغير التقسيط.